قصف مدفعي من حواز النظام على الأراضي الزراعية لمدينة اللطامنة. قصف مدفعي من حواز النظام على الأراضي الزراعية لمدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي والدخان تصاعد 16/5/2017. قصف مدفعي على الأراضي الزراعية لمدينة اللطامنة. قصف مدفعي من حواجز التابعة لميليشيات النظام على الأراضي الزراعية لمدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي والدخان تصاعد 16/5/2017. قصف مدفعي على الأراضي الزراعية لمدينة اللطامنة. قصف مدفعي من حواجز النظام على الأراضي الزراعية لمدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي والدخان تصاعد 16/5/2017.